مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبختنا مكبوس ربيان ببهاراتنا البحرينية المميزة. راح اطبخ لكم مكبوس ربيان. حياكم معاي المطبخ. اليوم طبختنا مكبوس ربيان. راح تكون طبختنا ذي متميزة. ليش متميزة؟ اليوم راح نستخدم في مقادير الطبخة ربيان حوالي كيلوين طماط حشيش وشبنت، ومعهم بصل طبعا وليمون اسود وثوم وهاي سبار هندي ومعجون طماط عندي. البهارات اللي راح استخدمها ليمون اسود، بزار بحريني مخلوط، جلجلان وسنوت وكركم. تعالوا معي على هالجدر اللي راح يحتوي طبختنا. شغل بس النار. راح نبتدي اولا بالبصل. نحط الزيت. ونحمس البصل. تضر بس النار تهدى ترتفع شوي حرارتها ونحمس البصل. راح نسوي معه ايدام عبارة عن بعد ربيان وبصل وطماط، راح نستخدمه في التزيين. هاي البصل. خطواتنا بسم الله. دائما المكبوس يحتاج حق بصل زيادة، ما راح نستخدم الكمية كلها. ترتفع النار بس شوي. ممكن نشتغل في الطبق الثاني اللي هو اللي قلنا عنه الإيدام اللي راح نستخدمه. طبعا في القديم كان نستخدم الربيان، ما كان في ثلاجات، فكان شو يسوون في الربيان؟ كانوا طريقتهم التجفيف او يملحونه وينشرونه ويسمونه مالح. طبعا احنا بنسوي فيه طبخه ثانيه مموش ربيان راح يكون مالح، بس اليوم راح تكون طبختنا بالربيان الفرش. مثل ما قلنا احنا بنشتغل على الصوبين. هاي بصلنا نبتدي نحرك فيه، نحتاج انه يوصل لونه بني. البصل اللي راح نستخدمه قصصناه على طريقة طوال شوي. حق الحشوة بس، أو نقول لي دام ماله. بدأ البصل شوي تغير عندنا، ياخذ له فترة. على بعد ما يحمر البصل راح نركب عليه الثوم، وبعد الثوم راح نركب عليه اللي هو نحط له الربيان داخله. اذا بغيتوا المكبوس يصير لونه شوي غامج فانك تكثر منه الليمون البودر والمعجون شوي والسبار، راح تشوف اللون اغمج شوي.
بدا يتغير عندنا اللون الذهبي للبصل. طبعا احنا مو محتاجين لونه ازين من كذي الا بس مال حمصة المشبوس. راح اركب عليه ثوم. شوية ثوم. نحمس وياه. وبنستخدم جزء من الربيان. راح نستخدم جزء من الربيان بس منه. والجزء الثاني راح نستخدمه في ال ويا المشبوس الحامس الثاني. راح تلاحظون انه تغير لون الربيان. ننتظر تغير بشكل تام. سنة من السنين رحنا البحر احنا ويا الشباب، كان عندنا صيد ما شاء الله خير. طبخت لهم ذيك الكابسة مات الربيان. هاي والله السالفة تضحك صراحة. وعقب ما برزت الطابخة كان اخذ الجدر وانا رايح حق الجماعة. يا جماعة طبخاتكم بارزة، غداكم بارز. ما في واحد عينه حارة. على ولي انا والجدر في البحر. هاي قصة من القصص يعني. دائما ايام الرحلات حلوة يعني يا الشباب. طبعا انتم تبون تسمعون عن الطابخة ذي. تكونون معانا على هالطابخة. مشبوس الربيان. طابخة ما اقدر اقول لك مش قد حلوة. تعلي على النار بس شوي. بدأ الربيان تغير لونه. وما ننسى خليكم معي ويا البهارات. ليمون أسود، بزار بحرين مخلوط، جلجلان وسنوت، شوية كركم، نطلع ملح، بصل بدأ ياخذ لون، ننزل عليه ثوم، لا تدودوا هون وركزوا معي على الطابخة. أنا قاعد أشتغل يمين يسار على أساس بس تكون متكاملة الطابخة أيامكم. هي راح ننزل معجون الطماط. والحركة. نزلت معجون الطماط عشان يعطيني اللون الغامق. والحين راح انزل البهارات عليه. بصر النار شوي. لا ننسى الطبخة الثانية، حركها مع البهارات. ما شاء الله الريحة طلعت. طبعا انتم ما تشمون ورا الشاشه بس انا عنكم بالنيابه عنكم انا. بعد ما نزلنا قلنا احمر البصل، نزلنا الثوم وحمسناه مع بعض، ردينا
حطينا معجون الطماط وحمسناه معاه، راح ننزل عليه الاسبار. شوي. وبعدين نضيف نحمر. رش عليه شوية رومي أسود بودرة. نضل نحرك فيه شوي. الحين يدور الطماط. بسم الله. كثر من الطماط ما يضر. هني ننزل مع بعض. وهني ننزل الطماط. شوية معجون طماط بعد. ننزل البهارات. طبعا حطينا لومي اسود ما بنحط، بزار بحريني مخلوط كله. اربع قفشات. جلجلان وسنوت. نكثر من جلجلان. وكركم قفشتين. حرك مع بعض. الحين هي دور الربيع. بسم الله. عشان ما تصير صفرة في الربيان، إذا غسلنا الربيان نحط عليه شوية ملح ونعصر عليه ليمون ونخليه لفترة نص ساعة. ونرد مرة ثانية نغسله ونستخدمه على أساس إنه ما في صفرة. يعني إحنا طبيعي من البهارات اللي إحنا نستخدمها ما في صفرة. بهاراتنا ما شاء الله إحنا في البحرين بهارات ممتازة. صب عليه شوية ماء. ونزل عليه لومي أسود كم حبة. نخلي شوي مع بعض. عندنا اللي قلنا بنستخدمه حق الحشو من فوق المكبوس، هذا الربيان تقريبا جاهز. بس نحط عليه شوية حشيش. نشيكه على الملح. ملح تمام. حطينا ملح. تقريبا الميدان صار جاهز. راح نسكر على النار. ونرجع حق مكبوسنا. قلنا احنا اخر شيء اضفنا اللومي الاسود. والحين نضيف عليه الحشيش في الشبنت. نكثر من الحشيش وياه. نكثر من الشبنت. يعطي طعم وريحة حلوة. عيولاتهم خنين. بيصير خنين.
راح نزيده ماء ونخلي لمدة نص ساعة وبعدين بنروح ننزل عليه العيش. رجعنا لكم وراح تأكد طبعا فاح المرقة مالتنا، راح ننزل عليها العيش ونسكر عليها. بسم الله. استخدمنا في البداية قلنا كيلوين ربيان، والعيش استخدمنا بعد كيلوين. بسم الله. اغلب الناس تسال تقول انا دائما المكبوس ما اضبطه، ليش ما تضبطه؟ او بعض حريمنا ما شاء الله عليهم يقولون ما نضبط المكبوس لان يزيد علينا المرقه يا تكسر المرقه. انا اقول لكم الطريقه البسيطه، نزل لمرقتك وخلي ينشف الماء شوي، اذا زادت المرقه ممكن تشيل منها، وإذا قصرت المرقة شو تساوي؟ لا أضيف ماي. خلي بس يفوح شوي وراح ينزل الماي عليها. بس يفوح وراح تلاحظ أن العيش يبتدي يرتفع وتنزل المرقة مات المكبوس. مثل ما قلنا ان هذه صارت جاهزه، راح نخليها فوق المكبوس مع التقديم. بدا الماي يفوح عندنا، ما شاء الله عليهم العيال عندي في البيت يحبون الربيان، وانا وقت اجازتي ما شاء الله عليهم الا تطبخ لنا، يبا اطبخ لنا، ما يبون احد يطبخ لهم في البيت. الله يخلي لكم عيالكم يبلغكم فيهم ان شاء الله. راح نسكر عليه ونشوفكم ان شاء الله على النتشاب، انتظرونا. جزء طبختنا مكبوس الربيان، مكبوس الربيان حطينا الجرجير والبصل والليمون والفلفل وحطينا تمراتنا الشيبة. إذا يا البيت حطوا له الغداء وماكو تمر انقلب نيران داخل البيت. أتمنى أن الطبخة عجبتكم ونشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.